امبارح من العشرة وهم يقولون هاو باش يبدا تو الماتش، هاو باش يبدا تو الماتش، واحنا نستناه ولين وصلونا الماضي ساعة متاع الليل باش يبدا الماتش ما بين أنس جابر أليسيا باركس. لكن الماتش بدا منا وأنس ماركت النقطة الأولى والضو قص للصباح بكري. وقت اللي روحت من الخدمة قعدت نتفرج في تسجيل المباراة، شفت الأداء متاع أنس جابر. صراحة في الماتش هذايا أنس جابر أبدعت وأمتعت وترشحت للدور الثمن النهائي عن جدارة، وبعد ما قدمت ماتش ممتاز ياسر. الفيديو هذايا مش نحكي لكم على التفاصيل متاع الماتش، إضافة لبعض الأخبار المتفرقة كالعادة. أنس جابر فانس around the world، رحبوا بكم. من أخبار دورة غوادالاخارا، للأسف اللعبة بياتريز مايا حداد تعرضت لأمتي تاكسيدان، ترشق عليها البلار متاع الحمام، إيديها تجرحت، الشيء اللي لزها باش تنسحب من دورة غوادالاخارا. نتمنوا لها أكيد العودة في أقرب الأوقات. ناحية أخرى، أنس جابر ريناها في الانستغرام تاعها هبطت تهنئة لنور صحنون، فريمون معناتها حركة باهية برشا من أنس جابر. هبطت دونك تهنئة لنور صحنون، كتبت فيها نور صحنون افريكان شامبيون اندر 14، في الاخر حطت نيكست جينيريشن يعني الاجيال القادمة، ومن فوق بالكل كتبت مبروك نور، براود اوف يو. ونمشيو توا للماتش تاعنا. جابر مبارح من الدخله نتاع الماتش تحسها اللي ديتيرميني، واضح عليها الثقه والرغبه في الانتصار. اخترت لكم التصوير هذيا جوست قبل ما يبدا الماتش، هذيا وقت اللي هما يعملوا في القرعه. كما تراو من وجهه واضح كلي فريمون ديتيرميني وعازمه، عاقد العزم باش تربح الماتش. وجوستومون دونك دي الدوبي من اول ارسال باركس هي اللي بدات ارسال مباشرة، ديريكتومون كسرت الارسال بتاع باركس وخذت ارسالها، وهكاك تقدمت دوزا وقعدت محافظة على الفارق هذاك نتاع زوز اشواط حتىش لين وصلوا كادو. ومن بعد عاودت عملت بريك واحد اخر باركس وانهات المجموعة الاولى بنتيجة 6-8. المجموعة الاولى كانت براتيكمون في اتجاه واحد لأنس جابر. في المجموعة ذي تعرضت لخطر الكسر مرة برك ومنعت، يعني جات بالد بريك ضدها منعتها، وهي جاوها ثلاثة فرص متاع كسر ونجحت في زوز منهم. والباهي في الموضوع وانها ما راتتش الفرص متاع الكسر متاعها، فرصة واحدة ضيعتها متاع كسر وكسرت الارسال متاع منافستها مرتين. الحاجة روماركابل خصوصا في السات هذه، صافي لونتون ما ريناش أنس جابر وانها تلعب بسات كامل وما تخسرش مجموعة. هذه حاجة ان شاء الله تواصل هكا. اليوم ريناها متميزة في الارسال متاعها، ان شاء الله الخدمة متاعها في البريود الاخر على الارسال تكون عطات مفعولها. كان ديما نقولوا أنس راهي متميزة في الاستقبال، وذا كونفيرمي اجوردي. اليوم هنا في الاخر باش نعطيكم العدد الكبير متاع الارسالات اللي كسرتهم على باركس، خاطرها متميزه كما قلنا في الاستقبال. يكفي وانها تحافظ على ارسالاتها وتكون متميزه زاده في الارسالات متاعها. اليوم خصوصا في المجموعه الاولى كانت من ناحيه ذي متميزه برشا، والمجموعه ذي كانت فريمون معناتها دوميني توتالمون بار أنس جابر. ماركت فيها 28 بوان 28 نقطه وخسرت كان 16 نقطه، دونك مجموعه ممتازه ياسر بالنسبه لأنس جابر. في المجموعة الثانية ومرة أخرى باركس هيري تبدأ في الإرسال، ومرة أخرى أنس جابر تبدأ بكسر، قدمت 2-0 وبعد 2-1 وبعد جاء الإرسال متاعها وهنا خسرت إرسالها لأول مرة في الماتش هذايا. دونك الغالب العادة ذيك متاع لازم باش تخسر إرسال تي برا برك قولوا كانت طير به في النفس. المهم دونك خسرت وقت الارسال نتاعها ولات 2-2، لكن تود سويت ابري كانت عندها رياكسيون كبيره برشا برشا برشا.
من وقتها ربحت الأربع إرسالات المواليه، زوز كسر وزوز إرسالاتها. يعني في المجموعه هذه أنس جابر كسرت إرسال منافستها 3 مرات وخسرت إرسالها مره. دونك في 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 آخر في الآخر بكل أنس جابر كسرت إرسال منافستها 5 مرات، وذلك اللي عمليا ولا معدل نتاع أنس جابر مهما كان اسم المنافسه كسر الإرسال نتاع المنافسه على الأقل 4 5 مرات في المباراه، وذي حاجه ممتازه جدا. إن شاء الله بركه أنس جابر تحافظ على النقطة الإيجابية ياسر نتاعها ذي، وإن شاء الله البوادر اللي ريناها اليوم في التحسن نتاع الإرسال نتاعها تتواصل معاها في البريود الجاية. الأرقام نتاع اليوم نتاع أنس كانت ممتازة ياسر، ورغم قوة باركس في الإرسالات نتاعها ماركت سيس أيس راهو باركس اليوم، في حين أنس جابر ماركت إرسال واحد، ماركت أيس واحد. تعرفوا شنية اللي حسيته تحسن معناتها تغير شويه في أنس جابر بالنسبه للارسال؟ هو ثم خيار تكتيكي كينها والايامات الجايه ربما الفا كونفيرمي سا. كانت قبل راهي ديما يلشارش افير لي زيس في الارسال الاول نتاعها، وذي اللي يخلي الارسال الاول في برشا مرات يجي غلط، ومتعرف واذا تعدت الارسال الثاني راهي مشكله في فانه انس عندها مشكله. اليوم لا، انس التكتيك نتاعها ولا ما تحاولش تعمل ايس في الارسال الاول، فقط تحاول تعطي ارسال اول قوي كومبليكي بالنسبه للادفيرسير، مش لازم يكون قريب على الخطوط، وبالتالي مش لازم يكون فيه، بالتالي مش لازم يعمل تعمل به ايس، وذا اللي كان عنده فايده وجدوى كبيره بالنسبه لانس جابر. انس جابر اليوم 65% من الإرسال الأول متاعها تعدى، هذه باهية نسبة محترمة. وفيك 65% ذوكم 83% منهم تربح بهم النقطة. ولا دونك كما تراو معناتها ثم بوادر طيبة بالنسبة للإرسال أنس جابر. لي دوبل فوت زاد ما عملتش بوكو دوبل فوت اليوم، عملت دوبل فوت واحدة في حين باركس عملت 7 دوبل فوت. دونك تراو أرقام مؤشرات، تعطي مؤشرات مهمة برشا. اليوم أنس جابر كسرت إرسال منافسة 5 مرات وجاتها 7 فرص متاع كسر، يعني ضيعت كان زوز فرص متاع كسر. دونك ساسي بيان إيغالمون، باهية برشا المسألة. وفي قال بعضه أنس جابر اليوم ماركت 56 نقطة وخسرت 34 نقطة. بعد ما كملت أنس جابر الماتش متاعها في ماديسون كيز والماتش متاعها ضد نافارو، باش نشوفه علاش باش نشوفوا ماتش كيز، وشنو هي قيمه الماتش نتاع كيز بالنسبه لأنس جابر؟ اكيد مهم على الاخر الماتش هذا، يعني يقلش قيمه على الماتش نتاع أنس في حد ذاتها، خاطر ينجم يكون حاسم انسويت في المنافسه على احدى بطاقات الجوله الختاميه. وفعلا بعد ما فرحتنا أنس جابر بالتاهل نتاعها وطرح مزيان اللي لعباته، كملت نافارو ختمة الفرحة متاعنا أطاحت بكيز، وكيك ممكن أخطر منافسة بالنسبة لأنس جابر فيما يخص الجولة النهائية تحت ذيك. راهي كيز حاليا على الأقل أخطر منافسة، خاطر مثلا تو في دورة غوادالاخارا ما بقات كان أوستابينكو وساكاري زالوا موجودين في التورنوا، وبعد شوية راهم رولاتيفمون بعاد، صحيح متأهلين حتى هما الويتيام دو فينال، لكن رولاتيفمون بعاد، يعني فينالمون ما يشكلوش، ما همش بخطورة ماديسون كيز بالنسبة لأنس جابر. ولا دونك إن شاء الله وكنزيدوا على هذا، وأنه شنو هما فينالمون لي تورنوا اللي مازالوا توا بعد غوادالاخارا؟ مازال طوكيو، بكين، وزهانغزو. طوكيو على 500 نقطة، بكين 1000 نقطة، وزهانغزو على 500 نقطة، يعني التوتال متاع 2000 نقطة. بالنسبة لأنس جابر ثم احتمال تلعب دورة المونستير، بالطبيعة ثم دورات راهم تاع 250 نقط، لكن باش نفترض وأنه اللاعبات باش يلعبوا الدورات الكبار، خاطر فينال موش مازال هما كاتسومان. دونك في الحالة هذية فإنه لعب على 2000 بوان برك، دونك إذا أنس جابر من هنا الفان سومان هذية تلقى عندها أنيكار متاع ديزون 1000 نقطة، سيفيني يعني ما عادش ينجموا يخلطوا عليها حتى واحدة من اللاعبات اللي وراها، وكاك
كيك وقت اللي نقرب لدورة المونستير تبدأ ضامنة براستها في الجولة الختامية. بالتالي تنجم تشارك في دورة المونستير وهي أليز معناتها مرتاحة ضامنة براستها في الجولة الختامية. دونك ماديسون كيز مبارح خسرت ضد نافارو، توقف في الكونتور نتاعها في 2738 نقطة، في حين أونز جابر بانتصارها مبارح ربحت 100 نقطة تقريبا ولات 3317 نقطة. يعني في اللحظة هذه المارج نتاعها بارابار المرتبة التاسعة هي في المرتبة الثامنة، وسحبت المرتبة التاسعة كيز فرق ما بيناتهم قرابة 600 نقطة. إن شاء الله أونز جابر تكسب دورة جوادا الأخيرة وهكاكا تضمن تواجدها بشكل نهائي في الجولة الختامية. ولا كل تمنياتنا بالحظ الموفق لأونز جابر في بقية الدورة متاع جوادا الأخيرة. في الماتش متاع الدوبل أونز جابر خسرت هي والأمريكية ستيرنز، وهذا أفضل راو بالنسبة لها. لوبجيكتيف بالنسبة لها إيتاتان، لعبت ماتش في الدوبل باش خذات بيه باش دخلت بيه للأجواء، لعبت تو الماتش الاول ولقات روحها سي ان بلو بيزوان للماتشات الدوبل، بالعكس ينجموا يعملوا عليها ضغط ويقلقوها. احسن حاجه وانها خرجت من الدوبل تقعد تو مركزه على السامبل. الماتش الجاي بتاع اونز جابر ان شاء الله باش يكون ضد اللعبه تريفيزون تو ان شاء الله اليوم في الليل والا غدوه، نهبط فيديو نحكي فيه على الماتش الجاي بتاع اونز جابر ونزيد نعطي تفاصيل اكثر حول اللي قاعد يصير في دورة غوادالاخارا. كنت معكم مراد بالحاج من تونس، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.